أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة من قناة الجزيرة مباشر مصر للحكم الذي أصدرته قبل قليل محكمة جنايات القاهرة بسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية و4 سنوات لنجليه علاء وجمال. نرحب في البداية بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز. مرحبا بك أستاذ سليم. يا أهلا بك. قبل أن أبدأ معك ونتعرف على تعليق على هذا الحكم، نتابع تفاصيل أكثر حول هذا الحكم مع الصحفي من القاهرة المتخصص في الشأن القضائي أحمد حسام. أحمد، نعم، لو تجمل لنا ما جاء في جلسة اليوم. نعم، كان في البداية في الحقيقة رئيس المحكمة يعني تحدث في البداية عن مبارك وقال إنه حكم مصر، وكان لابد فيما معنى الكلام أن يكون مسؤولا، ولكنه أطلق العنان له ولنجليه علاء وجمال في التصرف في الأموال، وهي هذه الأموال تعتبر ملك الشعب، ولكن أخذ يتصرف فيها كيفما يشاء ولا يراعي العدل، وأنه أقسم على احترام الدستور والقانون ولكنه أكل بذلك، وجعل معناها أن مبارك جعل مصر عزبة له ولأولاده. ثم تلا الحكم الذي قضى بالسجن المسجل 3 سنوات على مبارك ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المسجل 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21,197,000 جنيه، وتجريمهم متضامنين 125,000,000 جنيه، فيما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوة ل4 متهمين آخرين، من بينهم مهندسان برئاسة الجمهورية واثنين من المقاولين. في هذه اللحظة يعتبر هذا الحكم أن مبارك الآن أصبح لابد وأن يتم ترحيله هو ونجليه إلى السجن وأن يرتدي البدلة الزرقاء، ولكن هل سيتم ترحيله خاصة بعد أن ظهرت حالته بصحة جيدة وهو كان يشير لأنصاره من داخل القفص والبدلة وبصحة جيدة، هل تقوم السلطات الحالية بنقله إلى مستشفى المعادي التي اتخذها استراحة له، أم يتم نقله مثل أي مسجون في مصر إلى سجن قرى أو أي سجن يتم تحديده؟ هذه هي المسألة لابد من إثارتها، وفقا للقانون مبارك ونجليه لابد من ترحيلهم إلى السجن. يعتبر هذا الحكم. طيب سيد أحمد، تفضل تفضل أكمل. في الحقيقة يعتبر هذا هو الحكم الثاني الذي صدر في حق مبارك، والحكم الأول الذي صدر في حق نجليه علاء وجمال. من المعروف أن مبارك كان قد طعن على حكم المؤبد في قضية قتل المتظاهرين وتم إعادة محاكمته حاليا، أما بالنسبة لعلاء وجمال فيعتبر الحكم الأول، خاصة وأنهم متهمين في قضيتين أخرتين وهي قضية الفساد المالي مع والدهما بالإضافة إلى قضية البورصة. من المعروف سارة أن هذا الحكم يجوز الطعن عليه. طب على الصعيد مبارك، هل يواجه تهم أخرى، قضايا أخرى؟ مبارك يحاكم على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وهي القضية المنظورة ويتم مداولتها وستنظر الأسبوع القادم، أما علاء وجمال فهي بالإضافة إلى هذه القضية قضيتين أخرتين، قضية البورصة وقضية الفساد المالي. في الحقيقة هذا الحكم يعتبر بالنسبة للمراقبين والمتابعين يعتبر حكم غير مرضي، خاصة وأن قرار الإحالة الذي قدمته النيابة في بداية القضية هو بمبلغ استيلائه على 1,100,000,000 جنيه، ولكن ما حدث عندما تولى النائب العام الجديد تم إعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة، وأحيل مبارك بالحصول على مبلغ فقط ب 125,000,000 جنيه، اي ان تم تعديل المبلغ، وهذه في الحقيقه تثير الكثير من التساؤلات، لماذا، وخاصه وان الرقابه الاداريه كانت اعلنت بان الاموال التي تحصل عليها مبارك هي 1,100,000,000 جنيه، ويتم بعدها احالته بمبلغ 125,000,000 جنيه فقط. طيب ماذا عن مرافعات الدفاع اليوم في الجلسه؟ في الحقيقه فريد الدين كالعاده كان قد دفع بأنه مبارك كان قد سدد معظم هذه الأموال، وهو اعتراف منه بأن مبارك كان قد حصل على هذه الأموال، خاصة وأنه استخدمها ونجليه في الصين
الفيلات الخاصة بهم في شرم الشيخ وفي مصر الجديدة وفي مناطق أخرى مختلفة. كانت هذه الأموال مخصصة لقصور الرئاسة، فهم استولوا على هذه الأموال، خاصة وأنهم استعانوا بشركات تابعة لرئاسة الجمهورية وقامت بالتشطيبات وعمل لهم بعض الاحتياجات، وتم أخذ هذه الأموال من أموال الرئاسة. طيب، هذا على الصعيد دفاع مبارك ونجلة، ماذا عن النيابة العامة؟ النيابة العامة في العادة تقوم تطالب بتوقيع أقصى عقوبة في أي قضية أو تطالب بتطبيق المواد الواردة في القانون، وهذا ما طالبت به النيابة. ولكن هنا من حق النيابة إذا رأت أن الحكم مخفف من حقها أن تطعن وتتقدم بطعن لمحكمة النقد. وأنا أعتقد فريد الديب أيضا محامي علاء وجمال ومبارك سوف يتقدم بالطعن على هذا الحكم في خلال يوما بعد حصوله على حيثيات الحكم. إذا تتوقع الطعن من قبل محامي مبارك ونجلة؟ نعم أتوقع، وفي أسرع وقت ممكن، خاصة وأن فريد الديب هو يعتبر محامي إجراءات جنائية ويستطيع أن يستغل الثغرات التي يقدمها في حيثيات طعنه أمام محكمة النقد. طيب، ماذا عن الحضور اليوم في جلسة المحاكمة؟ هل سمح للصحفيين بالحضور؟ نعم، سمح للصحفيين وسمح للتلفزيون المصري فقط وقناة واحدة القنوات الفضائية أو المساندة للنظام بنقل وقائع الجلسة على الهواء، ولكن لم يتم السماح لباقي القنوات الأخرى، وتم السماح لجميع الصحفيين. في الحقيقة لم يكن هناك سوى حوالي عدد قليل جدا من أنصار الرئيس المخلوع دخل المحكمة، وكما قلت أنهم تبادلوا الإشارات بالأيدي في دخول القفص، ولكن في الحقيقة لا أعتقد أن هناك أحدا خارج أكاديمية الشرطة من أنصاره يقف في خارج الأكاديمية لمناصرته أو غير ذلك. إذا المشهد خارج المحكمة كان هادئ؟ هادئ جدا، وحتى الإجراءات الأمنية كانت هادئة، وكل الأمور تسير بشكل طبيعي جدا. كم استغرقت الجلسة أحمد؟ لم أسمع السؤال. الجلسة كم استغرقت من الوقت اليوم؟ في الحقيقة الجلسة لم تستغرق سوى وقت النطق بالحكم، وهو ما يقرب من حوالي ربما يعني 5 دقائق، خاصة بعد المقدمة التي قالتها المحكمة، ثم بعد ذلك تم النطق بالحكم. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد حسام المتخصص في الشأن القضائي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ونعود إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي سليم عزوز ونجدد الترحيب به. مرحبا بك مجددا أستاذ سليم، تعليقكم على الأحكام؟ احنا امام يعني امام حكم، انا من وجهه نظري انه يمثل لقطات مثل لقطات التصوير الامريكاني التي تحدث ضوءا ولا تنتج اثرا. نحن امام حكم صحيح انه كاشف على اننا كنا في 30 سنه امام رئيس يمارس اللصوصيه، هو وابنائه ونجليه واسرته والذين معه يمارسون اللصوصيه على هذا النحو، لكن توقيت الحكم في واقع الامر يعني كاشف على ان قاده الانقلاب في مصر الان الثوره المضاده تريد أن تقول أنها منبتة الصلة بحكم مبارك بدليل إصدار حكم بإدانته، لكن هل هذا هو الحكم هو الموضوع؟ هذا حكم في الواقع في الفكة، يعني الفكة نحن طوال الوقت نتحدث على الأموال المنهوبة خارج مصر، عن الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع، ويأتي الآن محاكمة حسني مبارك على قضية القصور الرئاسية، ثم نسمع الآن من مراسلكم على أن المبلغ جرى تخفيضه على نحو ليس مبرر من مليار و100 مليون أو 200 مليار و200 مليون الى هذا الرقم، حتى يصبح الحمل خفيف على هذا الرئيس وعلى نجليه، لان ما يحدث الان حقيقه هو استكمالا لعهد حسني مبارك بكل تداعياته وبكل ظروفه وبكل اقواله. نحن امام حكم يعني لا يرتي، ربما بعد ذلك يجري الحديث على ان حسني مبارك قضى في السجن اكثر من 2 عامين، وبالتالي من حقه الافراج عنه بمقتضى مرور 3/4 المده او نصف المده او ما الى ذلك. هذا ليس هو الموضوع، الموضوع الحقيقي ان حسني مبارك ارتكب من الجرائم الكثير ثم يحاكم الان على قضى قضايا تبدو للرأي العام أنها ليست هي أساس الموضوع وليست هي أساس القضية. لكن الرجل يحاكم وصدرت بحقه أحكام.
نعم، هو صدرت قبل ذلك بحقه احكام في قضيه قتل المتظاهرين، ثم تبين ان النيابه العامه او ان النائب العام الذي عينه حسني مبارك عبد المجيد محمود قد ارسل القضيه الى المحكمه دون ان تستوفي اجراءاتها الطبيعيه، وكان طبيعيا ان يصدر حكم به الكثير من الثغرات التي استغلها محاميه في مساله النقد، فيقبل النقد هذه القضيه، ثم نجد انفسنا في النهايه امام رئيس يعني القصه كلها على بعضها الان انه موجود في مستشفاه من اجل حمايته ومن اجل حراسته على حساب الدوله المصريه، ثم يجري الافراج عنه في المرحله القادمه. انا لا استبعد ان تقبل محكمه النقد في هذا الحكم او الدعوه التي سيقيمها محاميه فريد الديب على هذا الحكم، لا استبعد على الاطلاق ان تكون هناك الكثير من الثغرات التي سيجري استغلالها قانونيا، لانني حقيقه انا مرتاب عندما يقال ان القضيه في البدايه كانت مليار و200 مليون ثم يجري تخفيض هذا المبلغ بهذا الشكل، يعني لماذا قام النائب العام بتخفيض هذا المبلغ؟ طيب لماذا برايك؟ يعني لماذا؟ لان هذا النائب العام الذي عينته الثوره المضاده، الذي عينه الانقلاب، هذا الانقلاب الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي للنظام حسني مبارك، يعني الرقابه الاداريه او الجهات الرقابه في عهد في ايام الثوره ادانت مبارك في قضيه القصور الرئاسيه وقالت ان المبلغ مليار و200 مليون، ثم يجري الان يقوم النائب العام بتخفيض المبلغ، يعني كما لو كان انه يقوم بعمليه بقشيش، يعني بقشيش الذي يريد ان يقوم بالبقشيش يبقشش من جيبه، لكن من الواضح ان النائب العام بقشش من جيوب المصريين ومن مال، هو في نهايه الامر مال الدوله المصريه ومال المصريون جميعا الذي بدده هذا الرئيس. وللاسف الشديد نحن لم نسمع الان من المرشح الرئاسي يعني وافر الحظ في الفوز بالمنصب الرئيس ما يمثل ادانه لهذا النظام، ولو بشطر كلمه، لم يدين مبارك على الاطلاق، لم يتحدث على مبارك بشكل سلبي، لم يقل انه في المرحله القادمه سيحاكم قتله الثوار على سبيل المثال، لم يقل انه سيعمل على جلب الاموال المصريه التي جرى تهريبها على مدار 30 سنه من قبل هذا الرئيس اللص، يعني اللص بمقتضى هذا الحكم، نحن امام رئيس لص حتى في خصوصيته، يعني يبدو انه في المرحله المنحطه من عالم السرقات والجرائم وما الى ذلك. هل هناك دلاله لتوقيت اصدار هذه الاحكام اليوم ونحن على مقربه من انتخابات رئاسيه داخل مصر الاحد القادم؟ الثوره المصريه، ثوره يناير، كلها تقول ان هذا الانقلاب هو الامتداد لعهد حسني مبارك، ولاجل هذا انا في تقديري ان هذا، لكن ما الدليل استاذ سليم؟ الدليل كثير، هذا الدليل انك الان تتحدثي على ان جهات امن الدوله عاد يمارس نفس الاسلوب، وزاره الداخليه تمارس نفس الاسلوب، انت لديك رئيس الوزراء المصري الان هو كان عضوا في لجنه السياسات التي اسسها جمال مبارك الحزب الوطني، هذا الحزب الذي جرى حله بحكم قضائي يصبح احد اعضاء هذا الحزب رئيسا لوزراء مصر، الان نغمت العداء لكل من له صله بثوره 25 يناير، كل قيم ثوره 25 يناير جرى تبديدها الحريه والعداله الاجتماعيه والعيش والحريه والعداله الاجتماعيه، كل هذه القيم التي نادت بها ثوره 25 يناير، الوسائل الاعلام التي هي في الاساس اذرع الثورة المضادة الآن تفتح النار على كل من له علاقة ب 25 يناير ويجري الهجوم عليها، حملة عبد الفتاح السيسي الآن عندما يكون على رأسها عبد اللطيف المناوي الذي كان رئيسا لقطاع الأخبار الذي استدعي من أجل يعني تدشين مرحلة توريث الحكم لجمال مبارك في التلفزيون المصري، والذي أساء للثورة المصرية ووصفها بأنهم يمولون من الخارج وأن جهات أجنبية تعطي لكل سائر 50 دولار في اليوم ووجبة كنتاكي، هذا الذي فعل كل هذا الآن في حملة عبد الفتاح السيسي، ثم يعني يجري السؤال على ان ما هي الدلائل على ان ما يحدث الان هو امتداد لعهد حسني مبارك. عبد الفتاح السيسي لم يتحدث على حسني مبارك بكلمه واحده تسيء لحسني مبارك، طوال الوقت هو مركز على سنه الرئيس محمد مرسي، يتحدث على جماعه الاخوان المسلمين، لم يسال ولم يتحدث هو من تلقاء نفسه على انه مثلا كان ضد قضيه التوريث في عهد حسني مبارك او كان له دور او حتى انه نصح حسني مبارك بالباطل حتى وان لم يكن قد نصح مع عهد حسني مبارك، يجري الحفاظ عليه الآن باعتبار ما جرى
بعد 30 يونيو ويوم 3 يوليو على وجه التحديد أنهم يمثل امتداد له. نحن الآن الحزب الوطني هو الذي يتصدر مشهد الدعاية لعبد الفتاح السيسي، هو الذي يتعامل على أنه 3 يوليو هي ثورته وهي يعني وقد قضى بها على الثورة المصرية الحقيقية. كل هذا كاشف على أننا أمام على يعني على عبد الفتاح السيسي لم يتحدث على الأموال المنهوبة التي نهى بها حسني مبارك، لم يوعد ولو من باب الوعد أنه سوف يعمل المستحيل من أجل عودة هذه الأموال، لم يتحدث عن ثوار يناير، لم يتحدث عن حقوق هؤلاء الثوار، لم يتحدث حتى في قضية علاجهم وما إلى ذلك. طيب الأحكام الصادرة اليوم بحق مبارك ونجلاه هل هي محاولة لطمئنة الناخب المصري بأنه النظام الحالي الذي سيشرف على الانتخابات الرئاسية المزمعة الأحد القادم يحاكم نظام مبارك ورموزه كما يحاكم دكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان ونظام ما يوصف بنظام الإخوان ونظام محمد مرسي؟ هي بالطبع كما تقولين، لأنه هم طوال الوقت كانت لديهم حساسية شديدة مما نقوله الآن على أنهم امتداد لنظام حسني مبارك، على أنهم يعني يمثلون الثورة المضادة التي أرادت أن تعود بنا إلى مرحلة ما قبل 25 يناير، فيأتي هذا الحكم ليقول أنه لو كانوا بالفعل أنهم امتداد له فقد أدين حسني مبارك. لكن الإدانة في الفكة كما قلت، الإدانة ليست في قضية كبيرة، الإدانة بعد أن قام النائب العام بتخفيض المبلغ على هذا النحو الغير مبرر، حكم يعني يصدر الآن على النحو الذي بذات الطريقة التي وجد فيها المجلس العسكري الذي كان فيه عضو عبد الفتاح السيسي وجد نفسه مضطرا. يعني كانوا يقولون في البداية لا يمكن أبدا أن نحاكم حسني مبارك، هذا رجل ترقينا في عهده وهذا رجل هو الذي رقانا وهذا رجل هو قائدنا الحقيقي، لكنهم عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى حبس حسني مبارك جرح حبسه بقضايا في نهاية الأمر غير مكتملة وغير مستوفى لإجراءاتها، من أجل أن تكون يعني من أجل أن تكون زوبعة في فنجان ينتهي الأمر بها على النحو الذي انتهى به الأمر الآن، براءات في معظم القضايا وأحكام تصدر ليجري نقضها بعد ذلك. يعني الذي كان له بالغ الأثر في عملية تقديم حسني مبارك للمحكمة ودفع المجلس العسكري إلى تقديمه إلى القبض عليه وما إلى ذلك، كان هو المستشار الخضيري الذي يعني ترأس ما سمي بالمحاكمة الشعبية، والذي دعا إلى قوافل تذهب إلى شرم الشيخ لاعتقال حسني مبارك. فهذا الرجل الآن هو موجود في السجن في قضية في النهاية قضية بزراميط وتهمة بزراميط في النهاية، يعني لكنه هذا الرجل هذا القيمة الذي قاد انتفاضة القضاء موجود الآن في السجن، ولم يراعى أنه رجل يعني في هذا السن وأنه يعني لا يرى إلا بالقدرة وأن نظره ضعيفة للغاية، لم يراعى كل هذا، لأنه هذا الرجل هو الذي دفع المجلس العسكري إلى تقديم مبارك للمحاكمة والقبض عليه وتقديمه في محاكم. يعني ساعد البعض ربما بهذه القضايا، ثم نفاجأ الآن أنها قضايا ليست هي الموضوع. الموضوع أن 30 سنة من الإجرام السياسي والإجرام المادي وتهريب أموال مصر وتخريب مصر، لكن هناك فئة من الشعب لا يمكن أن نستهين بأعدادها. سترى وفقا لهذه الأحكام بأن النظام الحالي يحاكم نظام مبارك كما يحاكم نظام الإخوان، على الرغم حتى من تأييد مبارك للمرشح عبد الفتاح السيسي. أنا لا أرى ما صدر الآن يمثل هو الحكم المفزع، يعني لا أرى ما يمثل الحكم المفزع الذي تستطيع من خلاله أن تقوله أن هذا النظام أو هذا الانقلاب هو الذي يحاكم النظام. وهذه قضايا قديمة وهذه واحدة من تداعيات هذه القضايا القديمة، لكن هل ثلاث سنين، حتى لو انهم ثلاث سنين بالفعل، هل الثلاث سنين بالفعل اساسا يمكن ان حسني مبارك الان يعني حيجري نقله؟ هناك من يرفض حكم الاخوان وحكم مبارك ويرى في السيسي بانه هو رجل المخلص من الحكمين. اولا السيسي لم يخلصنا من حكم مبارك، السيسي امتداد لحسني مبارك، يعني فكره ان السيسي خلصنا من حسني مبارك وفكره الذين حموا الثوره والذين وقفوا الثوره والذين طبطبوا على الثوره، هذا كلام ليس صحيحا على الاطلاق. المشير طنطاوي وقف في قضيه قتل المتظاهرين في شهادته برأ مبارك تماما، المشير طنطاوي الذي كان رئيسا للمجلس العسكري الذي يعني قيل انهم الذين حموا الثوره وان مبارك اداهم تعليمات بضرب السور بالنابلم وانهم لم يقوموا بذلك،
كل هذا، وهو نفى حتى انه هو يكون صدرت اليه تعليمات بهذا المعنى، لكن السيسي لم يخلصنا من نظام مبارك. الذي خلصنا من حكم حسني مبارك شخص مبارك هو الثوره، ثوره 25 يناير، لكن السيسي الان الذي يجري الحديث عنه على انه خلصنا من حكم الاخوان المسلمين، حكم الاخوان المسلمين لم يستولي على الحكم على السلطه بقوه السلاح، حكم الاخوان المسلمين جاء نتيجه انتخابات نزيهه اختارها هذا الشعب، لا يجوز على الاطلاق في اي نظام ديمقراطي ان تكون الاقليه هي التي تقرر مصير الشعوب ومصير الامم ومصير الشرعيه في البلاد. هذه الاقليه التي تنحاز لعبد الفتاح السيسي الان قد انحازت لحم الشفيق وسقط، وقد انحازت لكل الاستحقاقات الانتخابيه السابقه وفشلت، ونجح الاخوان المسلمون باراده الشعب المصري، وبالتالي فكره تقليصنا من حكم الاخوان المسلمين هذه يعني كلام ليس دقيقا لسبب مهم جدا. يعني انا رايي انه بانقلابه اعطى باور للاخوان المسلمين واعطاهم شعبيه في الشارع لم يكونوا يحلموا بها، وبالتالي فكره انه قضى على الاخوان المسلمين هذا حلم يعني من اطغاس احلام من رؤاه الكثيره التي يحلم بها ويقول انه رجل الاحلام وان احلامه تتحقق. نتابع الان مشاهدينا الكرام لحظه نطق محكمه جنايات القاهره المنعقده باكاديميه الشرطه بالحكم بحبس مبارك الرئيس المخلوع 3 سنوات ونجله 4 سنوات في قضيه قصور الرئاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيث أن المحكمة وقد عاشت أحداث القضية بكل جوارحها وألمت بوقائعها، رأت أن الأفعال التي أتاها المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك والذي من الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه في إدارة شؤونه وقائما على أمواله، فكان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه، وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق. وهذه ليست بدعة أو تكليف بما لا طاقة له به، فلنا في السلف الصالح قدوة، فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ، وقد اتفق الفقهاء والعلماء على إن مالك المال العام هو الشعب، لا يختص به أحد دون أحد، بيد أن المتهم الأول وبدلا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه والنجليه العنان في المال العام يختلفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار، فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. وحيث أن ما أسند إلى المتهمين وهم محي الدين عبد الحكيم فرهود وعمر محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن من اتهامات، فإن الأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 هو ما حجب المحكمة وغلى يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الأربعة سالفي الذكر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة كل من جمال محمد حسني وعلاء محمد حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمهم برد مبلغ 21,197,018.53 جنيها، وتغرمهم متضامنين 125,779,000
و237 جنيها و53 قرشا لما أسند إليهم وأجزمهم بالمصروفات الجنائية. ثانيا، بعدم جواز نظر الدعوة بالنسبة للمتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحي الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن أحمد لسبق صدور الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبلهم من النيابة العامة. ثالثا، إثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعوى المدنية وإجزامه مصروفات الترك. رابعا، إحالة الادعاء المدني المقام من المقاولين من الباطن ومن محامي الحكومة ممثلا عن وزارة الإسكان إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. رفعت الكرسي. رفعت الكرسي. وحول الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجلاه، ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي محمد الشبراوي منسق حركة العدالة والاستقلال. أستاذ محمد، تعليقك على الأحكام؟ يعني بداية هذا لابد أن أشير إلى شيء مهم له قراءة سياسية وقراءة قانونية أيضا في الحكم الصادر اليوم. لعل الجميع لاحظ اليوم عدم حضور محامي المتهمين في هذه القضية وهو الأستاذ فريد الديب، وهذا أيضا أمر يضع لنا الكثير من علامات الاستفهام. إضافة إلى ذلك، لكن الصحفي كان معنا الصحفي أحمد حسام وهو متخصص في الشأن القضائي وحضر الجلسة، قال بأن نعم. رجل رافع اليوم في الجلسة، فكيف لم يحضر؟ رافع اليوم في الجلسة، يعني إذا أنا معلوماتي في هذه في هذا الأمر خاطئة، لم ألاحظ لأن لم أتابعها إلى آخر لحظة، لكن ما بلغني أنه لم يحضر ولم يترافع. إضافة إلى ذلك، هناك سماح لكل أجهزة الإعلام بالدخول لمشاهدة هذه الجلسة. هذا الأمر يضع لنا علامات استفهام كبيرة أن هناك عملية استغلال سياسي لهذه المحكمة ولهذه الأحكام التي ستصدر في هذه القضية، لأن النظام القائم يريد أن يوجه رسالة استغلال لصالح من؟ هذا الاستغلال لصالح النظام القائم الآن ولمصلحة ما يسمى بالانتخابات الرئاسية، هذه المسرحية الهزلية التي تدور فصولها الآن في مصر. ماذا سيستفيد النظام الحالي؟ نعم، هناك استفادات كثيرة بالنسبة للنظام الحالي. هم يريدوا أن يوهموا الجميع أنه لا فرق بين مبارك وأبنائه وبين غيرهم ممن يتم محاكمتهم من أبناء مصر الشرفاء والوطنيين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يرفضون هذا النظام الانقلابي. وأنت كما تعلمين أنه في ظل هذا الوضع القائم بعد انقلاب الثالث من يوليو، كان القضاء ركنا ركينا في العملية الانقلابية سواء بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المحكمة الدستورية فيما يسمى بإعلان خارطة الطريق. إضافة إلى ذلك، هذه الأحكام الكثر التي تصدر بلا حسيب وبلا رقيب وبلا خشية من الله سبحانه وتعالى وبلا مراعاة لإجراءات قانونية أو غيرها، أستاذ محمد الشبراوي، المتابعون انشغلوا في الفترة الأخيرة بمحاكمات دكتور محمد مرسي ونظامه، ربما غائبة عن ذاكرتهم قضايا مبارك التي يحاكم فيها. لو تذكر المشاهدين بقضية قصور الرئاسة، وهل جاءت الأحكام متسقة مع هذه القضية؟ نعم، يعني هو قضية قصور الرئاسة أثيرت هذه القضية في نهايات عام 2011 بدايات 2012، وقد وجه فيها الاتهام إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك ومعه أبنائه وآخرين ممن يعملون في شركة المقاولون العرب، وقد تم تداول هذه القضية، وكما سمعت بأنه قد صدر أمر بإنهاء بألا وجه لإقامة الدعوة لبعض هؤلاء المتهمين في هذه القضية، وتم تداول هذه القضية حتى هذا مهندسان حتى هذا رئاسة الجمهورية ومهندسان من المقاولون العرب. نعم نعم نعم، وهؤلاء الذين صدر قرار من المحكمة بألا وجه لإقامة الدعوة بالنسبة لهم،
وتم الحكم على مبارك ونجلي. هذه القضية عندما تم تسريبها في البداية كانت أيضا أحد الأدوات المهمة جدا لإشغال الرأي العام ولإطفاء جذوة الثورة ولإرسال رسالة أننا رسالة من المجلس العسكري أننا نحاكم مبارك وأننا سوف نحاسبه على هذا الأمر. لكن أنا أريد أن أوجه نظر سيادتك والسادة المشاهدين إلى نقطة مهمة. نحن تعودنا دائما عندما تصدر أحكام على مبارك أو على أحد من نجليه أو أحد رجالات النظام السابق، تعودنا أن هذه الأحكام يتم اختيار توقيت مناسب جدا جدا بالنسبة لها ليتم استغلالها استغلال إعلامي وتوظيفها سياسيا لمراحل مستقبلية، وهذا ما عودنا عليه النظام الحالي. وقضية قصور رئاسة بالنسبة للاتهامات الكثيرة التي يجب أن توجه إلى المخلوع مبارك، هذه لا تساوي شيئا على الإطلاق. أنت أمام رجل قتل شعبه على مدار 30 عاما، أنت أمام نظام سلم مصر تسليم مفتاح للأمريكان. أستاذ محمد، لو نركز على القضية بعيدا عن ربطها بالمشهد السياسي. نعم هذه يعني هذه القضية في تحقيقاتها التي جرت طوال الفترة الماضية تم التعامل معها من وجهة نظري بالقطع، وتم توظيفها والتأجيل فيها لاستغلالها استغلالا سياسيا. هذه القضية كان يجب أن يقضى فيها منذ وقت بعيد، بل في فترة رئاسة الدكتور مرسي، لكن كما تعلمين كان القضاء والنيابة وغيرها يعملون وفقا لتوجيهات ووفقا لأجندة، هذه الأجندة باتت معلومة للجميع. ولكن على كل الأحوال أستطيع أن أقول لك هذا الحكم ليس نهاية المطاف، ولكنه طيب ما الفائدة من تأخيرها برأيك؟ ماذا سيستفيدون بتأخير الحكم؟ نعم يعني عملية تأخير الأحكام، نعم هناك استفادات كثيرة جدا منها. تأخير الحكم في هذه القضية تحديدا، أنت ذكرت بأنه هذه القضية تحديدا تم تأجيل الحكم فيها. نعم. أولا يجب أن تعلمي أن الأحكام في مثل هذه القضايا يقضى فيها بالحبس وبالحبس المشدد بطبيعة الحال، نظرا لصفة المتهم في هذه القضية وكونه موظفا عاما، لذلك أقصى العقوبات فيها هي الحكم بالسجن المشدد. وأنت كما ترين الآن مبارك ونجليه لا يقضون سجنا مشددا، ولكنهم يعيشون في قصور أخرى داخل مستشفيات وداخل قصور خاصة داخل السجون المصرية إن صح لنا التعبير. طيب هل تتوقع أو هل تتوقع أن يقبل الطعن من قبل دفاع مبارك ونجلاه؟ نتوقع أن يطعن عليه، فهل تتوقع أن يقبل؟ هذا أمر أنا ذكرت لحضرتك أن هذا الأمر ليس نهاية المطاف، وهنا أضع علامات استفهام كثيرة على السؤال الذي توجهيه الآن. قانون الإجراءات الجنائية، قانون العقوبات في مصر هو موظف لمصلحة ما يريده النظام، لذلك أنا أعتقد أن هذا الطعن سيتم قبوله، وسوف يتم توظيف هذا الطعن وفقا للأحوال السياسية ووفقا لمجريات الأمور السياسية. هناك خطوط حمراء لابد أن يعلمها الجميع، النظام يعمل وفقا لها، هذه الخطوط الحمراء وضعتها دول. إذا تتوقع تخفيف الأحكام؟ فيما يتعلق كل شيء وارد في هذا الأمر وفقا للوضع الذي يعيشه القضاء في مصر الآن. لا تستطيع أن تجزمي بشيء، ولكن الشيء الوحيد المجزوم عليه أن كل من له علاقة بالثورة المصرية، ثورة 25 يناير، سوف يلقى أشد العقوبات، وكل من ثار عليه المصريين سوف تخفف عليه العقوبات وسوف يقضى له بالبراءة سواء كان له مخرج أو لم يكن له مخرج. من المفترض أن ينتقل مبارك إلى السجن لقضاء فترة حبسه، هل تتوقع أن ينقل؟ أولا هنا أجيبك سيدتي الفاضلة، عملية نقل مبارك هذه من المستشفى إلى السجن، هذه العملية سيتم توظيفها توظيفا إعلاميا وفقا للقانون. لابد أن يرتدي البدلة الزرقاء ولابد أن يذهب إلى محبسه، ولكنك سوف تشاهدي خلال هذه الفترة وخلال عملية الانتخابات الرئاسية عملية توظيف لهذا الحدث إعلاميا للتغطية أيضا على
أمور أخرى كثيرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشبراوي منسق حركة العدالة والاستقلال، كنت معنا عبر الهاتف. ونعود إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز. إذا أستاذ سليم، الأستاذ محمد الشبراوي يتوقع أن يقبل الطعن الذي سيتقدم به المحامي المخلوع مبارك. نعم، يعني كلنا نتوقع ذلك، أن يقبل الطعن وأن تكون الأحكام وفق الظرف السياسي. يعني في فكرة التوظيف السياسي لمثل هذه الأحكام، نحن نذكر أن أحكام براءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين صدرت هذه الأحكام في عهد الرئيس محمد مرسي، وبدأ استغلالها أيضا سياسيا وتوظيفها كما لو كان الرئيس مرسي هو الذي أصدر هذه الأحكام، أو كما لو كان القضاء المصري قبضته، في حين أننا كنا نعلم أن هناك القضاء كان متمردا وكان منحازا لخصوم الرئيس، وكان نادي القضاء يمثل هذا البعد من عملية الانحياز والرفض للرئيس محمد مرسي. فكرة أن تقبل محكمة النقض هذه مثل هذه، أعتقد أنها ستقبل ذلك، وأعتقد أن الأحكام ربما تصدر في سياق إما أن تصدر أحكام بالسجن المخفضة، وإما أن يجري المسألة تكون القصة قد انتهت، يعني بمقتضى مرور نصف المدة أو ثلثي المدة، وبالتالي يصبح أن الحكم حتى لو صدر بالإدانة أو بتأييد حكم محكمة الجنايات، أننا أمام رئيس سيظل حرا طليقا لا سلطان لأحد عليه، وأن ما يجري الآن هو كله في السيناريوهات التي ربما وضعها أو ربما تخيلها أو ربما التي كان يتمناها، وهو أعلن تأييده لعبد الفتاح السيسي رجله الحقيقي الذي ترقى في عهده والذي عينه مدير المخابرات. أستاذ محمد أشار أيضا إلى نقطة أنه كان من المفترض أن تصدر الأحكام في هذه القضية في عهد الدكتور محمد مرسي وتم تأجيلها إلى اليوم. لا أعلم حقيقة، لست متابعا لعملية التأجيلات التي جرت في هذه القضية، لكنني ومن خلال البيان الذي ألقاه القاضي رئيس المحكمة أعتقد أن هذه الكلمات التي قيلت قبل صدور هذه الأحكام أنها تمثل إدانة ليس فقط لمبارك في هذه القضية، لكنها تمثل إدانة للعهد بأجمل عهده بأكمله، وكيف أنه استثمر يعني أو وضعه الوظيفي من أجل الفساد المالي ومن أجل تمكين نجليه من عملية الفساد. في نقطة مهمة جدا هنا فيما يختص بقضية المقاولين العرب أو المتهمين من شركة المقاولين العرب، هذا الحكم ذكرنا، يعني صحيح أنه رأى الحكم أنه لا وجه لإقامة الدعوة، لكن هذه الإدانة كانت تمثل أيضا إدانة لإبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، ولنا أن نعلم أن الرجل عين رئيسا للوزراء من الناحية السياسية، كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني التي أسسها جمال مبارك، ومن الناحية الأخرى أن شركته كانت يعني تحت إطار الاتهام بأنها يمكن أن يصدر ضد يعني بعض قيادات هذه الشركة إدانة، وكانت هذه الإدانة تمثل إدانة له بالتبعية، وهم يعني قاموا بتعيين إبراهيم محلب رئيسا لوزراء جمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير، وإبراهيم محلب أساسا كانت شركة المقاولون العرب التي يترأسها يعني أحد المتهمين في قضية القصور الرئاسية، وما كان ينبغي أن يكون الرجل في هذا المنصب إذا كان فريق الانقلاب يدعي حقيقة انتماءه لثورة 25 يناير. على ما يبدو اتفقت حضرتك والأستاذ محمد الشبراوي منسق حركة العدالة والاستقلال على أن هذه الأحكام لها علاقة بالمشهد السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية المزمع، حتى كلمة القاضي ربطتموها بالمشهد السياسي. طبعا يعني كل الأشياء هي مرتبطة بالمشهد السياسي، يعني مبارك أساسا ليس موظفا في السجل المدني في مطوبس جرى اعتقالها أو قبضها أو تقديمه للمحاكمة، مبارك كان رئيسا لجمهورية مصر العربية لمدة 30 سنة وقامت عليه ثورة وقدم للمحاكمة بقوة دفع الثوري وليس بالإرادة الحرة للسلطة الحاكمة في ذلك التوقيت وهو المجلس العسكري، المجلس العسكري تسلم السلطة من حسني مبارك وبقرار منه، وبالتالي كان انحيازه لحسني مبارك، وأداء المجلس العسكري حقيقة كان امتدادا لعهد حسني مبارك، وكان عداءه لثورة 25 يناير كان قائما، ولأجل هذا خرجت الجماهير مرة أخرى إلى الشوارع تهتف بسقوط حكم العسكر وفي مواجهة هذا
كان يبدو للمشير محمد حسين طنطاوي أنه يريد أن يبقى في السلطة، وتحدث على أنه قد يلجأ إلى الشعب المصري من أجل الاستفتاء على بقائه واستمراره في السلطة من عدمه. حينها قلنا له أنت لم تأتي باستفتاء لكي تترك السلطة باستفتاء. يعني الفكرة يعني يبدو أنه لدى العسكريين فكرة الاستغلال أو توظيف الجماهير كانت قديمة، يعني قديمة قبل 30 يونيو، كانت قديمة في عهد المشير محمد حسين طنطاوي وجاره السيسي الذي قال أنه في مارس اتفق مع الأمريكان على أن حكم الإخوان انتهى كده. يعني جرى استدعاء هذه الجماهير بعد ذلك من أجل أن تعطي الشكل لرجل أراد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح. هناك خبر عاجل مشاهدينا الكرام، وهو الحكم على طالبة منا مصطفى وأبرار العناني بالحبس لمدة 2 سنين، ويسرى الخطيب 3 سنوات وخمس سنوات على 18 طالبا من طلاب جامعة المنصورة. تعليقكم أستاذ؟ نعم، معركة. يعني أنت لديك طلاب صغار، شباب صغار في نشير أنهم أمضوا في السجن حتى الآن الفتيات 3 6 أشهر. نعم، يعني لديك هؤلاء كانوا في السجن، هؤلاء قدموا للمحاكمة وغيرهم صدرت ضدهم أحكام 15 سنة و10 سنين و11 سنة، دول حكم بالسجن، يعني بعضهم صدر ضده حكم بالسجن 5 سنين في قضية تظاهر، يعني الخروج في مظاهرات، في حكم يقول أنا جئت بإرادة المظاهرات، يعني خرجوا في السجن، خرجوا من جامعاتهم في مظاهرات، تصدر ضدهم هذه الأحكام المغلظة، يعني في حين أن الذي سرق أموال الدولة المصرية التي تجاوزت 1 مليار جنيه يجري هو ونجليه، يجري الأحكام ضدهم 3 و4 سنين، يعني لو كان الأحكام متقاربة، يعني لو كان يعني نعم يعني لو كان خرج رغم أن يعني التهم مختلفة تماما، يعني لو كان خرج بمظاهرة ضد السيسي حسني مبارك كان صدر ضده هذه الأحكام التي صدرت ضده اليوم. يعني كيف لنا يمكن أن نقرأ هذا المشهد عندما تصدر أحكام بهذا الشكل الهين في قضايا يعني حجم الفساد فيها 1 مليار وشوية، ثم يجري ودول ده راجل كان حاكم لمصر وهو ونجليه، لكن في المقابل انها يعني هؤلاء الطلاب او الطالبات التي خرجنا في مظاهرات تصدر ضدهم احكام بنفس الدرجه التي صدرت او بنفس عدد السنوات التي صدر فيها على رجل فاسد يعني حكم مصر لمده 30 سنه يعني فنشر فيها الفساد في كل مكان. في ضوء هذه الأحكام المتقاربة بين الرئيس المخلوع رئيس حكم مصر 30 عاما وبين طلاب تظاهروا اعتراضا على انقلاب على رئيس مدني منتخب، في ضوء هذه الأحكام المتقاربة إلى ماذا يشير هذا؟ إلى أي مشهد يشير في مصر؟ لا يشير حقيقة إلى أننا لدينا الآن السلطة الحاكمة في مصر الآن التي استولت على الحكم بقوة السلاح، التي وظفت كل أدوات الدولة القديمة ومؤسسات دولة مبارك من القضاء إلى الشرطة إلى ما إلى ذلك، كل هذه يعني كاشف المسألة على أننا أمام حكم في الواقع هو حكم يمثل امتداد لحسني مبارك، يرى أن المظاهرات التي تخرج ضده جريمة، يرى أن المتظاهرين اللي ينبغي أن تصدر ضدهم هذه الأحكام المغلظة ويجري استغلال القضاء على نحو لم يكن حادث في عهد الرئيس عبد الناصر، على الرغم من استبداده فشل في أن يوظف القضاء من أجل خدمة أغراضه السياسية وقام بإنشاء ما سمي بالقضاء الموازي، وهو أن قضاة لا علاقة لهم بالقضاء يتولون يعني الحكم في القضايا. الآن عبد الفتاح السيسي جاء في مع التطور الوضع الذي صنعه حكم العسكر من 52 إلى الآن أصبح القضاء جزء من المشهد، فيحكم على طالبات خرجنا في مظاهرات سلمية، يعني لم يثبت عليهم أنهم استخدموا السلاح ولم يثبت عليهم أنهم استخدموا القنابل الذرية في مواجهة يعني ضباط الشرطة، تصدر ضدهم هذه الأحكام ويقدمون وتقدمنا للمحاكمات بتهم غريبة جدا وهي التظاهر، وبهذه التظاهر تصدر هذه الأحكام المشددة ويصدر في المقابل أحكام بمثلها على حسني مبارك الذي استولى في قضية واحدة هو ونجليه على 1.2 مليار يجري تخفيضهم إلى 21 مليون بأشاشة من يعني من سلطات التحقيق لهذا النظام، لأنه في وانت عندي وليست هذه القضيه فقط، يعني لما حازم صلاح ابو اسماعيل يعني تتهمه المحكمه بانه اهانها يصدر الحكم ضده ب7 سنين، في حين ان الذي اهان وطنا باكمله يصدر ضده حكم بهذا النحو 3 سنين لي و4 سنين لنجليه. الكاتب الصحفي الاستاذ سليم العزوز شكرا جزيلا لك، كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، تغطيتنا مستمره معكم من قناه الجزيره مباشر مصر للاحكام الصادره بحق الطلاب وايضا الاحكام الصادره بحق مبارك ونجلاه، لكن بعد فاصل قصير فتفضلوا الباقي معنا.